يستضيف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود كل عام أكثر من 1400 حاج وحاجة من جميع أنحاء العالم. وهذه المبادرة تدخل ضمن برنامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويتم اختيارهم ليكونوا بين وفود ضيوف الرحمن. وحول هذا الموضوع نظم سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأستاذ جميل ابن عبد الرحمن شيشة حفل توضيع ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام 1439 من الهجرية، حيث استهل الحفل بكلمة الشيخ محمد شهري قدم فيها النصائح الغالية والقيمة لحجاج بيت الله الحرام، مذكرا أن اختيارهم ليكونوا بين وفود الرحمن هو مؤشر إيجابي له معاني كبيرة. من الله عز وجل بها عليكم، فتجب الحمد والشكر والدعاء لمن كان السبب ولمن صاحب الضيافة من استضافكم، فنسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق. سائلين الله العلي القدير أن يتقبل منهم وأن يتقبل حجهم وأن يعودوا سالمين غانمين من الحج إن شاء الله. ضيوف خادم الحرمين الشريفين من جهتهم عبروا عن فرحتهم وامتنانهم ليكونوا ضمن وفود الرحمن، وأثنوا على هذه المبادرة القيمة. وأنا مسرور جدا بهذه الثقة التي أولاني إياها إخوتي الحجاج، جعلوني أميرا عليهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وأن يسدد خطانا حتى نحج حجا مبرورا. وتجر الإشارة أن ضيوف التعديين لحج هذا العام يبلغ عددهم 25 حاج، ومن المتوقع أن يغادر الضيوف للتوجه إلى العرات المقدسة الأحد المقبل 12 من الشهر الجاري، كما تم توزيع هدايا للضيوف والتي تمثلت في الإحرامات لكل واحد منهم.